مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. هذا حوار ولقاء خاص مع السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. سنحاول في هذا الحوار وفي هذا اللقاء أن نجيب على كثير من أسئلة الشارع. هذا الحوار أيضا يتزامن مع ذكرى فض الاعتصام، نترحم على شهداء المجزرة التي حدثت، ونترحم على جميع شهداء وقتلى الإنقاذ. نرحب بالدكتور عبد الله حمدوك، أهلا وسهلا، مرحبا بك في هذا الحوار. نحن نلتقي اليوم في ذكرى مجزرة فض الاعتصام، هذه الذكرى الأليمة على شعبنا. أولئك الشباب الشجعان الذين ضحوا بدمائهم هو ما جعل هذا ممكنا. لن يهدأ لنا بال حتى نصل للذين تسببوا في هذه المجزرة. نعم، ولكن حتى الآن لم نرى محاكمات ولم نرى متهمين في هذه القضية. دي قضية أساسية وبالذات لشباب الثورة. يعني تعرف، من أول شهر لما تكونت هذه الحكومة في سبتمبر الماضي كان أولى قراراتها تقريبا تشكيل لجنة التحقيق. أنت على اتصال مع نبيل أديب ومع اللجنة؟ نتابع معهم لكن لن نتدخل، لم نتدخل ولن نتدخل في عملهم، لأنه نحن في النهاية دارين لجنة لما تطلع تقرير يكون تقرير فعلا يجيب على كل التساؤلات في أذهان السودانيين. هل أطلقت يده يعني نبيل أديب، أستاذ نبيل أديب، في أنه يحقق مع أي شخص حتى ولو كان في السلطة؟ ما في أي زول كبير على العدالة يحقق مع أي زول ويصل لأي حتة. بعض الناس بيتخوفوا من نتائج لجنة نبيل أديب، بيفتكروا أنها ممكن تأثر على الفترة الانتقالية وعلى الشراكة وعلى مثل هذه الأشياء. هل ممكن تتأثر الحاجات؟ تعرف، الثورة دي قامت بشعار عزيز وعظيم على الشعب السوداني: حرية، سلام، وعدالة. ما في زول بيخاف من تحقيق العدالة، ده واحد من الركائز هذه الثورة وشعارات العظيمة. تحقيق العدالة لن يخيف أي زول، ومفروض يساعد، بالعكس يساعد على تقوية هذه الفترة الانتقالية وخلق المناخ الملائم والصلب لبناء ديمقراطية مستدامة تقوم عليه تحقيق العدالة. نعم، خلينا ننتقل من ملف الشهداء والترحم عليهم، ننتقل لمسألة أداء الحكومة كله. الآن بعض الناس، كثير من الناس، مش بعض يعني، بيروا أن الحكومة أداء حتى الآن ما هو في قدر الطموح اللي كان مطلوب. يعني كيف أنت بترى وأنت الآن بعد 9 شهور من العمل التنفيذي في الحكومة؟ تعرف، اللحظة اللي نحن نصل فيها لأننا راضين تماما عن أدائنا، بيبقى أفشلنا هذا الشعب العظيم. مهما ننجز يظل أقل من طموح هذا الشعب وتوقعاته مننا. لذلك نحن بنشتغل، وأنا دائما بقول الكلام ده، إنه الوزراء ديل والطواقم بتاعتهم بيشتغلوا 25 ساعة في اليوم، لكن ما كفاية. نعم، لكن يعني فعليا في بعض القضايا، مثلا مسألة الصحة ومسألة الآن جائحة كورونا وكثير من الأشياء، الناس بيرون الحكومة حتى في الأداء الاقتصادي، دو حنجيه بالتفصيل، يعني هنالك خفاقات. يعني شوف، بكل تأكيد نحن ورثنا طبعا تركة مزغلة، 30 سنة من الدمار والخراب. أي شخص بيعتقد أنها يمكن أن تحل وتعالج في 9 شهور بيكون ما واقعي. نحن ما دام ماشيين في الوجهة الصحيحة وكل يوم بنبني بطريقة يعني مستقرة وثابتة حنصل. فعليا هل الناس بيفتكروا انه دي شماعة بقت، انه النظام القديم وتأثيراته على الفترة الانتقالية وكده، هل فعلا هنالك تأثير حقيقي؟ يعني نشرح انه في تأثير حقيقي على مسألة أداء النظام الحكومة الآن؟ احنا ما قاعدين نغوش على شعبنا. لما في حاجات نقدر نعملها بطريقة صحيحة نقول عملناها بطريقة صحيحة، في أشياء ما قدرنا عليها برضو واضحين مع شعبنا وما عندنا أي مشكلة في المسألة دي. نحن بنفتكر الترسيخ لمسألة الديمقراطية بيعتمد على هذا الوضوح وقدر عالي جدا من الشفافية، وما في زول كبير على الحساب. الوزراء ديل المؤكد، يعني أنت سألت عن الأداء، ما كلهم بأداء واحد، مؤكد وزارات فيها تحديات أكبر من الأخرى، لكن بشكل عام نحن ماشيين في الوجهة دي، وبتجي اللحظة المفصلية في أننا نغيم الأداء
ده ممكن يحصل 200 تغيير الوزارات وأداء. كان في تقديرنا إنه ده يرتبط بعلامة كبيرة في تاريخ الفترة الانتقالية دي، مثلا بالسلام، في لحظة توقيع السلام كنا بنتخيل إن هي لحظة ممكن تكون لحظة وقوف، خطوات تنظيم وإعادة ترتيب الأوراق وكده، ونضخ دماء جديدة، كلنا في المجلس الوزاري نعتقد السيادي، ممكن الناس يمشي يجوا ناس جداد. طيب خلينا نمشي للمسألة اللي بتهم الناس الآن بشكل أساسي، هي مسألة الاغتصاب ومسألة معاش الناس تحديدا. نحن شفنا كثير من الأزمات والناس بيتخوف إنها تتكرر مرة أخرى، يعني مسألة الخبز مثلا، هل تم حل هذه المشكلة بطريقة أساسية؟ جايز في المقابلة دي هنكرر كثير الموضوع بتاع التركة، لكن لو في أي حتة فيها تركة مصغلة هي في المجال بتاع الاقتصاد. نحن بدينا من أول يوم بوضع برنامج اقتصادي نسميها وصفة قائمة على الوطن، على السيادة بتاعتنا. ما هي وصفة قائمة على التبعية الكاملة لصندوق النقد والبنك الدولي، وما قائمة على البرنامج اللي رافض تماما للقصة ديك وسميها لن يحكمنا البنك الدولي، مجموعة لن يحكمنا البنك الدولي أبسط. هي وصفة قائمة على إرسنا على تغليب، نحن في حفرة عمقها 60 مليار دولار للديون بتاعتنا، نمرق من الحفرة ونشمل شوية هواء فيها. في دي نحن لازم نخاطب جذور الأزمة، في خلل هيكلي في الاقتصاد السوداني، الإعفاء الضريبي والتهرب الضريبي هو كان السائد مش دفع الضريبة. نحن عايزين نعالج الخلل ده، نحن دايرين رأس المال المحلي والأجنبي يكون جاد، يدفع ضريبته، يستثمر إلى آخره، حقيقة يربح لكن يدفع ما عليه. وده حيتم كيف؟ يعني إحنا الآن النظام الضريبي ما شايفين أي إصلاح تجاهه. يعني نحن أول عمل عملناه شكلنا لجنة للإصلاح الضريبي، جابت أكثر من 35 توصية أجازة مجلس الوزراء وابتدينا في العمل فيها. حققت نتائج؟ بدأت تحقق نتائج، لكن طبعا زي كل العالم ضربتنا الجائحة بتاعت الكورونا دي وعطلت جزء كبير. يعني يمكن نحن الليلة جزء من الوصفات اللي خدتنا في معالجة تحديات جائحة الكورونا قد نحتاج نعفي من الضرائب بعض القطاعات، بالذات الشرائح الدنيا في وسط رجال الأعمال وكده، فدي حتأثر بكل تأكيد. نحن بلد غني جدا بالموارد، لكن الآن حتى الآن نقول هل رؤية اقتصادية لتفجير هذه الموارد؟ لا عندنا، ما الرؤية أنا بتكلم لك عليها دي هي يعني لو استمرينا في الوصفة. نحن الجزء الثاني منها غير معالجة الخلل الهيكلي، وده في إطار سياسات الاقتصاد الكلي. نحن أهم شيء عندنا لازم نعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية. نحن ورثنا اقتصاد من الاستغلال، اقتصاد قائم على تصدير المواد الخام، واستمرينا في هذا المنحى إلى اليوم. نحن بنصدر حيوانات حية، أنت بتصدر كم منتج مع هذا الحيوان، ده لازم يقف. بدينا، لكن طبعا ده دريب طويل، لأنك عشان تخلق الأسواق عشان يقتنع بيك المستورد في الجانب الآخر بأنك أنت عندك منتج يستجيب لأعلى درجات المواصفات وكذا العالمية والإقليمية، داير وقت، داير ناس مدربين في هذا المجال، في التسويق، في الصادر، في كل المسائل دي. الأسواق دي ذاتها ما بتقبل إنك يعني تصدر الليلة حاجة بكرة تصدر حاجة مختلفة، يعني عندها متطلبات دايرة قدر كبير جدا من الصرامة والقدرة على إنك يعني تحافظ على المستوى ده باستمرار، لأن المنافسة فيها منافسة قوية وطاحنة. المعوقات شنو اللي إن نعمل ده؟ يعني الآن هل هنالك معوقات؟ هل إحنا ماشيين في الحاجة دي وحان يعني نجني ثمراتها منتين؟ يعني في معوقات كثيرة جدا في الاقتصاد، جزء منها مرتبط بإطار السياسات وأنا يعني ذكرت جزء منها، وجزء منها مرتبط بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار، قوانين الاستثمار، مدخلات الانتاج،
البنية التحتية، طرق، مواصلات، بري، بحري، جوي، ده كله دمر. أكبر تحدي اللي واجهنا الليلة التكدس في الميناء. إحنا محتاجين نشتغل في إعادة تعمير ميناء بورسودان، وبدينا بالمسألة دي بشكل عملي. عندنا برامج حيساعد على تطوير الميناء بشكل سريع، برامج إسعافي، وفي المدى البعيد عندنا له خطط. عندنا شغالين في مجال السكة الحديد، في الطرق إلى آخره. الطغى، ما في تصنيع بيتم بدون ما يكون عندك كهرباء. إحنا بلد عندنا موارد بتاع الطاقة متجددة زي الطاقة الهيدرو مائية، الطاقة الشمسية، دي كلها طاقات ممكن نستفيد منها. نعم، كان في اتفاق مع الألمان، مع دولة ألمانيا بعد بزيارة الرئيس الألماني إنه يدعموا مسألة الطاقة دي. هل الموضوع ده مشى؟ في الناس مشوا فيه وخبروا؟ بكل تأكيد زيارة ألمانيا فتحت المجال لتعاون في قضايا كثيرة جدا، على رأسها موضوع الطاقة. ألمانيا عندها تجربة غير المسألة بتاعت الطاقة، موضوع بتاع التدريب المهني من الستينات. جايز نحن لو قدرنا نستمر مع ألمانيا في التدريب المهني بالشكل اللي بدأ بها في الستينات، احتمال كان نكون الليلة زي كوريا الجنوبية وزي سنغافور المحلات دي، لأنها قامت عليه مصنع موضوع التصنيع والخلق العمالة الماهرة إلى آخره. خلينا نرجع تاني لمسألة الاقتصاد ومعاش الناس. يعني الآن في غلاء طاحن، يعني كيف حيتم معالجة المسألة دي في الأسواق؟ يعني الناس الآن مهمومة جدا بالمعيشة. بدينا دي في دي طبعا معالجتها بمدخلين، بالتأكيد بتابع برنامج سلعتي حتى الآن، لكن ما تعمم يعني. لا، هو في قطع شوط كبير، يعني افتكر تحددت عدد السلع، تم الاتفاق مع المصنعين، وهو برنامج قايم عليه نقل السلع من المنتج طوالي للمستهلك. ده بيختصر ويوفر حوالي 30-35% من سعر السلع. أيضا الجزء الثاني اللي هو تفعيل اقتصاد التعاونيات، اللي هي بنفس الغدر برضها تساعد في التوزيع وفي وصول السلع للمستهلك بالحد الأدنى من تكلفة الإنتاج زي تكلفة المواصلات والترحيل إلى آخره. بتقطع السماسرة والوسطاء وكده. نعم، لكن في ناس كثيرين بيروا نجاح الاقتصاد في مؤشر سعر الدولار. يعني الآن الدولار في سعره متزايد أو زاد، قفز قفزات كبيرة، والآن بيروا الناس إنه هو مؤشره ماشي لأعلى. نحن ورثنا اقتصاد مش ما فيه يعني احتياطي، من ما في حاجة كانت تبعدين من صفر أو أقل. كيف ما في حاجة؟ ما خزينة فاضية؟ ما فاضية خالص تماما. لكن إحنا واثقين بسياسات اللي حنطبقها في مجال الاقتصاد الكلي، بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتفعيل القطاع الزراعي والصناعي، إننا نقدر نخلق مناخ يساعد فعلا على ضبط الموضوع بتاع الزيادة في الدولار. تعرف هي المخيف في الاقتصاد ما السعر العالي للجنيه السوداني مقابل الدولار، بقدر ما إنها يهبط ويطلع وينزل. أيوة، الهبوط والصعود اللي أي مستثمر بيكون داير يشوف ثبات واستقرار لسعر صرف العملة، لأنه ده بيساعد في خلق توقعاته، الاستثمار، الخطط بتاعته في إنه يجيب مدخلات إنتاج بكم، يبيع بكم إلى آخره. فدي بيدخل فيها إنك أنت داير استقرار كامل حتى لو كان سعره عالي. نعم، ده بيذكرنا بالأزمة اللي حصلت في مسألة رفع الدعم من السلع بينكم وبين الحرية والتغيير، أو يعني اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير. يعني الأزمة دي إلى أي مدى أثرت في مسألة الميزانية كلها وفي الأداء الاقتصادي؟ يعني الناس بيذكروا كويس في ديسمبر الماضي احنا قدمنا ميزانية فيها تصور كامل لموضوع معالجة الاقتصاد، قائم على مرتكزات أساسية، ترشيد الدعم واحد منها، وأنا هنا داير أعمل خطين تحت ترشيد الدعم. احنا ما قاعد نتكلم عن رفع الدعم، نتكلم عن ترشيد الدعم. احنا ما قاعد نتكلم عن ترشيد دعم للخبز او الكهرباء. هيستمر
دام يستمر فيه بيخاطب يعني السواد الأعظم من مواطنين. بنتكلم عن ترشيد الدعم في سلعتين البنزين والجازلين، ودي مهمة جدا. الأهمية بتاعتها نمرة واحد، أنت لازم تعاين لأنه مستهلكي هذه السلعتين يعني هو ما السواد الأعظم من السواقين. يعني المزارع اللي في شنقل طوباية ولا في البحر الأحمر ولا في كردفان ما عنده استهلاك كثير للبنزين. احنا بندعم جزء يسير من فئة شعبنا لو استمرنا في هذا الدعم. لكن الأخطر من ده كله 40% من السلع دي بيهرب نتيجة للفرق الكبير ما يعادل 5 أضعاف ما بين سعرها عندنا هنا والسعر برا في المناطق الجوار. لكن ما ممكن ده يؤثر أيضا على النقل وعلى أسعار الأشياء لأنه كل المسألة مرتبطة بالوقود يعني. طبعا بيأثر، لكن دي ممكن تتم لها معالجات من خلال تقديم إعفاءات ضريبية للقطاع الزراعي مثلا، استمرار شكل من أشكال الدعم لبعض القطاعات إلى آخره، لكن بشكل عام دي التوجه بتاعنا في المسألة دي. الناس بيتحدثوا في شكل أساسي عن عدم ولاية الحكومة وزارة المالية على المال العام. بيتحدث ناس كثير جدا على اللغط الدار حول الصناعات الدفاعية، حول الشركات الأمنية، حصل في شنو؟ طيب دي برضه واحدة من أولى الأولويات بتاعنا في الفترة الانتقالية، ولاية وزارة المالية على المال العام. نعم. وقطعنا فيها شوط كبير جدا في أننا دخلنا طوالي في حوار خاص بالشركات الأمن والجيش والشرطة وكذا، ووصلنا لتفاهم كويس جدا. جزء منها حس بيخضع تماما لإدارة المالية كمثال شركة السبيكة، واللي شركة كانت تتبع لجهاز الأمن، منظمة الصناعات الدفاعية، وتوافق معها حول دفع ما يعادل 2 مليار ده فعليا دولار. دفعه حيتم دفعه يعني ده تم التوافق عليه. اتفقنا على انه يحصل إعادة هيكلة كل الشركات المتصل العمل بتاعها بالإنتاج خارج الصناعات المرتبطة بالصناعات الحربية يكون فيها شراكة. الشركات اللي يكتمل العمل فيها تبقى شركات مساهمة عامة تطلع خالص من الصناعات الدفاعية. قضية الذهب برضو أيضا من الناس اللي بيفتكروا أنها هي الموارد الأساسية في البلد الآن، وبرضو بيفتكروا أنه في أحد حسب المعلومات الإنتاج انخفض يعني إنتاج الحكومة مما تصدر الحكومة انخفض بشكل أساسي. دي واحدة بالمناسبة من المكتسبات الكبيرة جدا حقيقة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، ضبط مسألة إنتاج الذهب، تصديره والتهريب اللي بيحصل لكل السلع الأساسية لكن على رأسها الذهب. فلو قدرنا نضبط التهريب بالحدود أو من خلال مطار خرطوم ده حيرفد الخزينة العامة بموارد كبيرة جدا. أنا برجع تاني مرة أخرى بتكلم عن قصة المانحين وأصدقاء السودان، المسألة دي حقيقة تقدر شنو يعني المؤتمر ده حيكون فعلا؟ هل حيكون في أموال للسودان؟ السودان ده تم وعده في 2005 في مرات كثيرة جدا المانحين وعدوه بأنه يدوه قروش وده ما حصل يعني. طبعا يا شوقي المغارنة بين مؤتمرات المانحين تمت في ظل النظام السابق في ظل الشمولية والديكتاتورية تختلف اختلاف نوعي عن مؤتمرات وعلاقات السودان في ظل مناخ جديد بتاع الثورة والتغيير واستعادة السودان لعافيته لعلاقاته من ناحية استراتيجية. نحن عايزين نعتمد على قدراتنا، نحن بلد غني ما داير يعتمد على الهبات والغروض، نعتمد على مواردنا الذاتية، لكن الهبات والغروض دي حتساعدنا على الوقفة. لما تكون في حفرة انت عايز تطلع من الحفرة دي ما عشان تمشي، عشان تجري تنطلق. عندنا ما يخلينا نعمل ده، احنا ما ماشيين للشركاء ديل للشعدة، احنا ماشيين لخلق شراكة حقيقية تقوم على الاستثمار، تقوم على فتح آفاق بتاع تطوير عمل مشترك
سواء كان في قضايا السياسات أو في قضايا الاستثمار المشترك، وفتح آفاق تخلي من السودان بلد جديد بيساعد على الاستقرار في كل الإقليم حولنا، جنوب السودان، الشرق، شمالنا، غربنا. كم متوقع من المؤتمر المانحين؟ يعني الحكومة تتوقع أنها تحصل على قدر شنو؟ نحن ما ماشيين بسقف، ما ماشيين نشحب عشان ادونا مليار أو مليارين أو كذا. نحن بنقدم حزمة من المشروعات اللي عايزين شركائنا نتعامل مع بعض في دعمنا فيها. القضية الأساسية نحن دائما نقولها في الاقتصاد إنه في الشباب أنت وعدتوا بأنه هتوظفوا عدد كبير جدا في بداية هذه الثورة، ما زال الشباب عاطل، ما زال كثير من الشباب موجودين حتى بدون توظيف. يعني ثورة ديسمبر هي ثورة الوعي، قادوها الشباب بجدارة وبامتياز، فاجأت كل السودانيين. لذلك نحن طموحنا إنه شبابنا بدل ما يكون توقعاته ونظرته للمستقبل هي أقصى هذه الرحلة الخطرة للبحر الأبيض المتوسط عشان يمشي أوروبا ومحلات أخرى في العالم، نحن عايزين شبابنا يكون شايف مستقبل هنا، بناء هذا السودان الجديد. ده بيعتمد في المقام الأول والأخير على تسخير وتفجير طاقات شبابنا واللي هم عندهم القدرة على ده. نحن طموحنا إنه نخلق لهم المناخ، نخلق المناخ اللي يخلي شبابنا يشعر بأنه يا سلام أكيد في مناخ صحي ومناخ جاذب ومناخ يخلينا نقعد هنا ونستدعي حتى شبابنا البرة إنه يجوا راجعين، تعالوا حنبنيه، حنبنيه مع بعض بقيادة هذا الشباب العظيم. نعم، هل ده موجود في يعني واقعيا في وزارة المالية وكذا، عندها خطط لذا، عندها طموح انها تعين الشباب وتخلق فرص عمل وكذا؟ اكيد، هو طبعا معالجة البطالة والعمل والقضايا العمل وسط الشباب ما مرتبطة بوزارة المالية بس، ده عمل تشارك في كل الوزارات. احنا عندنا وزارة للشباب لكن العمل فرص العمل للشباب تشتغل فيها وزارة الزراعة، وزارة الطاقة والتعدين، التجارة والصناعة، البنى التحتية، كل الوزارات، القطاع الخدمي والاقتصادي وكله، هي تسعى لتوفير فرص للعمالة للشباب. نعم. يعني ما وزارة واحدة. نعم. طب يعني خلينا نرجع لمسألة المانحين وكذا، كان احنا كان موعودين من دول عربية زي السعودية والإمارات انها تدعم مسألة الانتقال في السودان، وقدمت وعود، يعني حصل فيها شنو هذه المسألة؟ احنا يعني نشيد بكل الدعم الجانب من الأشقاء والأصدقاء، أشقاء من دولة الإمارات، من المملكة العربية السعودية، قدموا وما زالوا يقدموا، ونطمح للمزيد في التعاون المشترك معهم. نحن طموحنا في هذه العلاقة إنها تنتقل من علاقة بتاعة مانح لعلاقة بتاعة تقوم على شراكة حقيقية تخاطب احتياجنا نحن للاستثمار من رأس المال العربي، ونمزج بما عندنا من موارد إذا كانت في القطاع الزراعي أو القطاع التعدين أو القطاع بتاع الخدمات والبنية التحتية، ونعمل مع بعض لتحقيق ذلك القدر الراقي من التعامل المشترك اللي بيقوم على المصالح الحقيقية وما على الهبات. وده طموحنا لهذه العلاقة، بأنها يعني تمشي لهذه الآفاق. تتوقع انه من وعدوا به ومن اموال انه في الفتره الانتقاليه، لانه في كلام كثير انه ما وصل منه الا جزء يسير، يعني او 750 مليون وكذا، وجزء منها 500 وديعه و250 هي كارض، هل بتتوقع انه الباقي الاموال دي تصل؟ الصدمات ما طموحنا، يعني لما نتكلم عن مليون مليار ونص احنا ما بنتكلم عنها، احنا بنتكلم عن شراكه يبقى عندها افاق لبلايين تساعد حقيقه، وده بيتطلب احنا هنا يعني نعمل الرصة الخاصة بينا، قانون الاستثمار جاذب، قانون يخلق مناخ يخلي المستثمر من الأشقاء ومن الشركاء إنه يشعر حقيقي أنا أمشي السودان أستثمر فيه بكل الثقة، أحقق عائد وعارف إنه ممكن أحول ما يعني أستثمره إلى آخره. فهي العلاقة دي ماشية في الاتجاهين يعني.
نحن طموحنا إن نرتقي بها للآفاق دي. خلينا ننتقل لملف ثاني هو ملف العدالة، يعني نكون داخلين في نفس الملف العدالة. بالنسبة لي في سؤال حول أعضاء النظام البائد الآن موجودين في كوبر لم تتم محاكمتهم حتى الآن، وهذه الثورة هي جزء من شعارات العدالة، يعني كيف يتسخ هذا الأمر؟ هم الآن لهم سنة كاملة هم موجودين في السجون. يعني هذا السؤال يتكرر كثيرا، سنة كاملة الناس في المعتقلات وما تقدموا للمحاكمات. نحن في وضع ديمقراطي كسلطة تنفيذية ما عندنا سيطرة على النيابة والقضاء، للأجهزة مستغلة وهل ما عندنا تأثير عليها. طموحنا إنهم كانوا يتقدموا لمحاكمات بالأمس. ما قعدت مع النائب العام يعني ما سألته ليه ما حتى الآن؟ لا بالتأكيد بنسألهم وبنزلل كل الصعوبات اللي عندهم، عندهم مشاكل في وكلاء النيابة مثلا ساعدناهم في المسألة دي. لكن في تقديري برضو الظروف بتاع جائحة الكورونا يمكن أثرت، يعني بتبقى في صعوبة بتاع انعقاد المحاكم في ظل هذه الجائحة، ونحن مطالبين شعبنا إنه ما يحصل يعني ازدحام وكذا إلى آخره. لكن أنا في تقديري يعني لو طال أمد هذه الجائحة لازم نلقى يعني في تفكير في إنه يعني تقام هذه المحاكم في قاعات كبيرة، وفي مقترحات في هذا المجال. يعني حتى لو انتهت جائحة كورونا متى نتوقع أنه يتم محاكمتهم؟ ما في تأكيد، ما في محاكم في تأخير تاني. يعني أول ما تنتهي هذه الجائحة ممكن تغلق؟ في تقديري أنه يعني طبعا زي ما أنا قلت نحن ما عندنا يعني تأثير على القضاء والنيابة، هم ده بيحكيم الجدول بتاعهم يعني، لكن نحن بنتمنى أن هم يسرعوا في هذه المسألة. نعم، خلينا ننتقل لملف السلام. كثيرين بيروا أنه ما يدور الآن في جوبا لا يحقق سلام. أرجع بك شوية، نحن في بداية الفترة الانتقالية عملنا ما سميناه هندسة السلام، واللي هي دي قائمة على مخاطبة جذور الأزمات والنزاعات، مخاطبة سرو محاور وليس مسارات. وفي مجلس الوزراء اتفقنا على 5 محاور رئيسية. المحور الأول بيعالج قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واللي هي دي قضايا التهميش والتنمية الغير متوازنة إلى آخره. المحور الثاني بيعالج قضايا العدالة والعدالة الانتقالية والمصالحات إلى آخره. المحور الثالث بيعنى بقضايا الحكم والإدارة، كيف يحكم السودان، نرجع للغاليم الستة وال18 ولاية، العلاقات بين الولائي والاتحادي. المحور الرابع متعلق بالترتيبات الأمنية، واللي هو ده بيخاطب موضوع إعادة الهيكلة في القطاع الأمني، استيعاب قوى الكفاح المسلح، بفهم رئيسي نحن بنطمح لخلق جيش وطني ذو عقيدة وطنية كل مواطن سوداني يكون شايف روحه فيها. المحور الخامس والأخير محور المساعدات الإنسانية. يعني أكبر تحدي بواجهنا بعد توقيع السلام هو موضوع إعادة توطين النازحين واللاجئين وما يتطلبه من موارد مهولة جدا. يظل العون الإنساني جزء أساسي في المسألة دي. وليه ما مشوا الناس بهذه الاستراتيجية والهندسة؟ والله جزء منها مرتبط بالإرث التاريخي في موضوع السلام، لأنه السلام أصلا تاريخيا كان بيتعامل دارفور المنطقتين الشريك، ده جزء منه. جزء من كده الناس مشوا على المسارات يعني؟ يعني المسارات طبعا هي يمكن لحد كبير ساهمت في إطالة أمد التفاوض. يعني التفاوض لأن إحنا لما اتوقعت الوثيقة كانوا تخيلوا السلام ده حيجي، الوثيقة قالت 6 شهور، لكن كان التفاؤل الكبير يتم في شهر في شهرين. انت لو تذكر اول تاريخ لتحقيق السلام كان في بعد شهرين، يعني من اكتوبر لديسمبر، اتمدى ليناير، مشى لابريل، مشى لمايو، حسي في يونيو. انا في تقديري واحدة من المسائل اللي عقدت القصة دي وأطالت أمد التفاوض هي موضوع المسارات، لأنك أنت يعني هو خاطب المحاور اللي احنا اتفقنا عليها، لكن بيتم نقاشه في كل مسار لوحده مع الخصوصيات طبعا بتاعت
كل منطقة لأخرى وكذا. إذا المسألة دي ما تحققت ممكن تتدخل أنت كرئيس وزراء في الحاجة؟ أنا أصلا ما وقفت عشان أتدخل، أنا على اتصال مستمر بقيادات الكفاح المسلح سواء كان في الجبهة الثورية أو في الحركة الشعبية شمال أو حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور. على اتصال مستمر. يعني نحن نعرف أن الحركة الشعبية شمال أو الحركة الشعبية بقيادة القائد عبد العزيز الحلو هي مسألتها في مسألة العلمانية وفصل الدين والدولة وهذه المسائل، ممكن حلها كيف هذه المسألة في رؤيتكم أنتم؟ ده جزء من القضايا اللي طرحها، لكن أنا في تقديري لتحقيق السلام يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة، بأننا نخط على طاولة البحث والمفاوضات والنقاش أي موضوع، العلمانية، علاقة الدين بالدولة، موضوع التغرير المصير، الحكم الذاتي، نخطها على طاولة التفاوض والناقشة بكل التجرد والموضوعية بكل تأكيد. لو نحن خاطبناها بهذه الروح بنقدر نصل لتفاهمات تساعد على وقف الحرب ووضع حد لمعاناة أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء. ده بيتخلق بأننا يكون عندنا الروح دي، ما نمشي متمترسين حول خندق إنه ده خط أحمر ما بنقبل النقاش في ده إلى آخره. لازم يبقى عندنا القدرة على مناقشة كل القضايا دي. نعم، يعني بالتفاوض ده نتوقع 200 يمكن المسألة تنتهي، مسألة السلام لارتباطاتها بأشياء كثيرة جدا. والله احنا طموحنا انها كانت تدعمل بالامس، لكن بكل تاكيد هي حتحصل، ولو توفرت هذه الروح في وقت يعني وجيز احنا نستطيع انه ننجز جزء كبير جدا. لانه انت شايف الموضوع بتاع الحوار مع قيادات الكفاح المسلح هو ما تفاوض اصلا، هو حوار بين طرفين بيتفقوا في اشياء كثيره جدا. هم جزء من هذه الثوره، هم ساهموا وكانوا فصيل اصيل في الصراع ضد النظام السابق. نعم، ولكن مثلا هذه المسألة ارتبطت بمسألة الولاء، تعيين الولاء في الولايات، مسألة السلام. والآن بعض الناس يتحدث أن الولايات لم تحدث فيها حتى ثورة، يعني المسألة دي ما تأثرت بالحكومة الانتقالية وبالثورة، لأنه ما زالوا الولاء ما لم يتم تعديلهم، كثير من أجهزة الحكومة لم يتم تشكيلها. يعني لا، ده كلام صح طبعا. نحن يعني أول من يعترف بأنه ما حصل تغيير في الولايات، تغيير ده هو في المركز. ويمكن واحدة من الأشياء أنا تكلمت فيها كثير مع أخواننا في الحرية والتغيير وفي السيادة، في واحدة من الأخطاء اللي وقعنا فيها إنه ربطنا إكمال أجهزة الفترة الانتقالية بالسلام، وده كان خطأ ما كان نربطه. لكن أنا في تقديري ده حكمته روح التفاؤل الزايد في إنه السلام حيتم بعد شهر، فالاستعجال ليه؟ ما خلاص خلونا نعملها كده. ما في زول شهر 10 كان بيتخيل انه السلام ده لحد شهر 6 ما يكون يتحقق اطلاقا. الوثيقه الدستوريه نفسها لما خدتها الست شهور دي خدتها كسقف اعلى، لكن ده حصل. حسي نحن طبعا مساله تعيين الولاء برضه واجهتها بعض التحديات، منها موضوع يعني ارتباطها بموضوع السلام والتوافق مع حركات الكفاح المسلح، منها تمثيل المناطق نفسها والتوافق على ولاء يخاطبوا القضايا والتعقيدات الإثنية والجهوية في الولايات نفسها. موضوع آخر ومهم جدا ارتبط بمسألة الولادي موضوع تمثيل النساء، واللي هي نحن كل مواسيقنا بيتكلم عليه تمثيل النساء ب 40%، واللي هو ده ذاته طبعا. يعني أنا ما أسرب لك حاجة، النساء الآن محتجات، بيفتكروا أنه حتى في العهد البائد كان أفضل تمثيلهم من الحكومة الانتقالية. وما افتكر ده على اطلاقه كده صحيح، لكن انا برضو يعني شاعر بانه نحن ما انجزنا ما يرضي طموحنا في هذا المجال. عملنا يعني خطوه كانت اللي هي زي 20-25% من مجلس الوزراء، كنا بنطمح في انه الولاء برضو نمشي فيها بنفس الوتيره. ما سلم لرئيس الوزراء ما بيحقق ده، عشان كده بيناتنا حوار مع قيادات الحريه والتغيير في انه نعالج ده، ونفتكر ما بيغلبنا يعني بنقدر نعالجه. انت كنت وعدت انه حتى ولايه الخرطوم حتكون الوالي امراه؟ يعني انا ما وعدت الكلام ده طبعا، يعني زي اخذ خارج سياق، وانا قلت اتحدى القوى السياسيه
هل عندها الاستعداد انه ترشح لاول مره في تاريخ هذه الولايه انه تقودها سيده؟ افتكر لو ده حصل بكل تاكيد حيخلق مناخ مختلف جدا لمعالجه قضايا وتحديات هذه الولايه. نعم، نحن في قضيه الولاده الان في نساء كثار جدا بقدر من التاهيل العالي جدا ممكن يعملوا ده. نعم، يعني قضية الولادة ترجعنا لمسألة الحرية والتغيير، هذه الحرية والتغيير دي الآن هي للجهاز التنفيذي أو لحكومة الفترة الانتقالية هي معوق ولا داعم؟ يعني أنت بكثير من القضايا اللي بنشوفها دي. لا، هي مؤكد داعم. الحرية والتغيير خلينا نتفق إنها ده أكبر تحالف قام في تاريخنا القريب. تحالف لما عدد كبير جدا من قطاعات المجتمع السوداني. بكل تأكيد تحصل في داخله خلافات واتفاقات، وده شيء طبيعي. نعم، الدرس من المسألة دي نعم. إنك تحافظ عليه موحد، لأنه ده هو اللي حيحافظ على الثورة متغدة. أنت عايزه يخاطب أشياء كثيرة تانية، يعني تحالف الحرية والتغيير ده لازم يستصحب معه رؤى الشباب لجان المقاومة. يعني لو حصل تباعد بين الأجسام دي ده الخطر الحقيقي على الثورة. احنا عايزين كل الأجسام دي مع بعض تشتغل وتكون عندها الرص الماشي في الوجه دي. أنا رؤيتي لتطوير هذا التحالف العريض إنه يرتبط بمسألة تطوير إعلان الحرية والتغيير. الإعلان نفسه. هذا الإعلان تمت إجازته في يناير 2019. خاطب قضايا الإسقاط، إسقاط النظام، وفي شعارات في عموميات كثيرة. نحن حس انتقلنا لمرحلة تانية، مرحلة البناء. احنا عايزين نطور إعلان الحرية والتغيير. صح، الوثيقة الدستورية عالجت جزء كبير من القضايا دي، لكن انت عايز إعلان سياسي يخاطب قضايا البناء، يخاطب قضايا الشباب، يخاطب قضايا كثيرة جدا كانت في الإعلان نوخشت في عمومياتها، وده اللي حيخلق دم جديد ويسري الثورة وينتقل بها لمرحلة جديدة. نحن ده المحتاجين له. في شكاوي الناس، نحن بنسمع الآن عن مسألة الموسم الصيفي، أنت رئيس لجنة الموسم الصيفي، بيتكلم عنه الجازولين ما وصل، في مخاطر شديدة جدا على مسألة الموسم الصيفي والبلد معتمدة على الزراعة. نحن من وقت مبكر طبعا شكلنا اللجنة العليا للموسم الصيفي، الزراعي الصيفي، وبدت عملها. أنا أكد لك أنه 80% من الوقود الجزلين للموسم الصيفي اترحل، شغالين بشكل جاد مع وزارة الزراعة في توفير التقاوي وكل مدخلات الإنتاج في المرحلة دي. تكلمنا بخطة متكاملة مع البنك الزراعي في مسألة التمويل، وحتى الفجوة التمويلية الموجودة تكلمنا مع بنك السودان مع البنوك الأخرى لتوفيرها. فشغالين بشكل مطمئن في مسألة معالجة قضايا الموسم الصيفي. طبعا أكبر تحدي مواجهنا في القصة دي جائحة الكورونا والتحديات المرتبطة بموضوع الترحيل وحركة البضائع والناس، لكن نحن قدرنا نعالج جزء كبير منها مرتبط بهذا الموسم. فما في ما في ما في خوف على نجاح الموسم الزراعي. يعني وانتم متواصلين مع المزارعين في الارض ولا دي تقارير بتجيكم بس؟ لا متواصلين، مؤكد، ما تقارير يعني من فوق. المزارعين نفسهم اعضاء في اللجنه اتحاداتهم. ايوه نعم. برضو من المخاوف الثانيه اللي بنسمعها من الاقتصاديين مساله المرتبات اللي تم دفعها للناس. الفلسفه شنو في انكم تدفعوا مرتبات عاليه جدا ودي حتتوفر كيف؟ وهل ما بتحدث تضخم في السوق؟ أنا اتخيلت إنك السؤال ده تبداولي بالجانب الإيجابي فيه، إنه هذه المرتبات يعني خلقت قدر من الفرحة وتحقيق العدالة اللي هو شعار بتاع الثورة، وصد قطاعات ظلت مهمشة لسنين طويلة جدا زي المعلمين. نحن لما جينا قلنا أولويات هذه الفترة الانتقالية هي التعليم والصحة، وده الهيكل الراتبي ده خاطب ده. الشكاوي من بعض الناس في انه الزياده الكبيره في الاجور حيكون عندها
آثار تضخمية، ده نحن واعين به تماما. عشان كده عليناه في إطار الكلام أنا قلته قبل، في إطار سلعتي وفي إطار اقتصاديات التعاون، لكن حيساعد كثير جدا في معالجة وكبح جماح التضخم الممكن ينتج عن المسألة دي. يعني يعني انتم واثقين بانه ما حتتم طباعه انه الناس يدفع المرتبات؟ لا لا ابدا، حزمه الفصل الاول والهيكل الراتبي ده اقل من 5% من الناتج الاجمالي القومي، ونحن بنطمح لنجمع 15% ويزيد. فما في مشكله في المساله دي، حتمول من موارد حقيقيه، و بكل تاكيد نحن حنصر بشكل صارم وجاد في انها تمشي في هذا المنحى. نعم، خلينا ننتقل لمسألة البند السادس. هل أنت طلبت أنه يعني يكون في 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 السودان في بعد نهاية هذا الشهر؟ يعني الفلسفة شنو في أنكم تطلبوا هذه البعثة؟ وهنالك نقد كبير جدا حولنا عن مسألة سيادة السودان ومسألة أنه هنالك جيوش حتجي في السودان وكذا. طبعا هو ده موضوع يعني من أكثر المواضيع تم تشويهها وبغرض. نحن حسي ونحن بنتكلم، نحن تحت رحمة الفصل السابع وظلينا في هذا المجال لأكثر من 15 سنة. الفصل السادس طلبناه وفق رؤيتنا نحن، ونحن اللي حنحدد له يساعدنا في شنو. ما تنسى نحن أعضاء في الأمم المتحدة، شريك أصيل في هذه المؤسسة، ده ما احتلال جايين من بلد ولا من كده. نحن بنطلب من منظمتنا، هسه نحن عندنا 25 منظمة أممية قاعدة معنا هنا في السودان، كل الطالبين نحن من الأمم المتحدة إنه ترفع هذا الغدر من المساعدات في شكل بعثة تساعدنا في معالجة قضايا الانتقال. على رأسها بكرة في جوبا ممكن يتمضي السلام. السلام ده عنده استحقاقات مهولة جدا، خاصة فيما يتعلق بالموارد. نحن ورثنا اقتصاد منهار، حتمول كيف استحقاقات السلام من توطين لنازحين ولاجئين، مدارس، مستشفيات، خطة ما يشبه بخطة مارشال. نحن لجأنا للأمم المتحدة لأنها دي منظمتنا عشان تساعدنا في ده. الطلب بتاعنا قايم عليه شرطين أساسيات: الملكية والسيادة الوطنية على هذه البعثة. ولكن هذه البعثة تتضمن جيوش يعني؟ ما فيها أي جيش خالص، هذه البعثة مدنية 100%. ما فيها كلام عن شرطة لحماية البعثة نفسها، جيوش لحماية البعثة؟ كان في المقترح الأول وتلقى ما في شرطة خالص. هو طبعا الكلام عن شرطة اللي هي كان مقترحين إنهم يجيبوا 2000 شرطي ينمد بكم، 20,000 عسكري. هل نجحت في حماية المدنيين في دارفور؟ بالتأكيد ما حققته يونيميت كل السودانيين عارفينه. هذا السلام بتحميه إرادة السودانيين وتحميه الدولة السودانية وبتحميه اتفاقية سلام محصنة تستجيب لكل المحاور اللي أنا تكلمت عليها، تخاطب جذور الأزمة، يكون أصحاب المصلحة هم المستفيدين الحقيقيين من هذا السلام. هذا السلام تحميه الإرادة الوطنية، ما بتحميه جيوش، ما بتحميه أي حاجة ثانية. أنت تصور أنه المليار ونص دولار اللي بتصرف على يونيميت سنويا دي لو جاتنا في الفصل السادس عشان تشتغل معانا في قضايا مدنية، من تنمية، من طرق، من مدارس، من مستشفيات، هتخلق من مناطق الحروب دي جنان. ده اللي احنا دايرينه، انه نجيب يعني انا هذه البعثة ما فيها اي جيوش تماما؟ ما فيها اي جيش تماما خالص، والقرار حيطلع قريب يعني الناس حيشوفوه. ما فيها جيش. طيب مسألة السيادة وتصيغ الدستور وتكون عندها دور في الدستور، الأمم المتحدة حتساعدنا في انه التابوهات والحاجات اللي ما بنقدر نهبشها، المسكوت عنه ده انت ممكن تعالجه في اطار انك بدل ما تهبش بشكل مباشر تخلق الإمكانية بتاعت إنك تستفيد من تجارب شعوب تانية. نعم. قيادات من جنوب أفريقيا، من رواندا،
المتحدة ممكن تساعدنا في الموضوع بتاع العدالة الانتقالية. نعم. كيف نستفيد من تجربة رواندا بتاعت الكتشاتشا أو تجربة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا وفي محلات كثيرة تانية في الدنيا. من القضايا أيضا تفجرت في المطرح الفترة اللي فاتت مسألة النزاع القبلي، وفي كلام هنا في أيادي وراء هذه المسألة، شنو الحقيقة الأساسية في مسألة الصراع في كسلة وفي دارفور وفي كثير من المناطق أشوفناه مؤخرا وحتى في الجزيرة يعني المسألة دي حصلت؟ تعرف واحدة من تركات النظام السابق تكريس الجهوية والعنصرية. السودان اللي أنا قمت فيه كطالب مثلا في الجامعة في السبعينات ما كنت بتعرف أعز أصدقاء قبيلته شنو ولا بنتمي لياتو خشم بيت الأخري. كان السودانيين بيتعاملوا مع بعض بأن إحنا سودانيين. في 30 سنة الماضية دي كرست مسألة القبلية والعنصرية والجهوية، ودي نحن بنعاني من تركتها اليوم، الصراعات اللي تفجرت دي بكل تأكيد فيها عنصر برضو بتاع يعني هي وراها يعني شكل من أشكال الحشد ليها، لكن هي بدرجة أكبر هي نتاج لتركات النظام السابق. اخيرا حدثت حادث في على الحدود مع اثيوبيا، يعني النزاع الذي حدث وما راح ضحيته ضابط في الجيش السوداني. المساله دي ماشيه وين والعلاقه فيها شنو؟ في البدايه نترحم على روح الشهيد وعلى كل من فقدنا. احنا ايضا مساله التعدي على حدودنا، وهي دي بس ما مرتبطه ب حدودنا مع أثيوبيا، كل الحدود بتاعتنا حصلت فيها استباحة، ودي واحدة من تركات النظام السابق. الجيش الأثيوبي الموجود في حدودنا الشرقية دي له 25 سنة، ما حاجة جديدة، من 95 يمكن واحدة من النتائج الأساسية لمحاولة اغتيال الرئيس الراحل حسني مبارك في أديس أبابا، دي كانت واحدة من النتائج ما قاعدين نتكلم عنها، سكتنا عليها بس، وده حاصل في أغلب حدودنا. نحن بيننا وبين أثيوبيا علاقات جوار وعلاقات يعني فيها روابط الثقافة والتاريخ والجيرة، أصلا ما عندنا أي توجه في أنه نخلق عداء مع جار أثيوبيا، وعندنا من الآليات ما يتيح بشكل سلمي معالجة وحلحلة كل القضايا التي تنشأ بيننا. والمجالس التشريعية، المجلس التشريعي حقيقة عدم قيام المجلس التشريعي شكل يعني يمكن أكبر حاجة نحن ما قدرنا ننجزها في الانتقال ده. تكوين المجلس التشريعي أو يعني اقتراح المجلس التشريعي، ودي من أميز إضافات هذا الانتقال. نحن في أكتوبر 64 وفي أبريل 85 ما اقترحنا مجلس تشريعي، ويمكن كان واحدة من مسالب الانتقالين. هذا الانتقال انتبه من وقت مبكر لأنه هو مجلس تشريعي. أنا في تقديري هذا المجلس التشريعي هو أشبه بالجمعية الوطنية، لو كان قام كان حيساعدنا في مناقشة كل قضايا الوطن الكبيرة، شكل الحكم، انتخابات، نوع تمثيل نسبي، حكم مباشر الموروث من المستعمر، قضايا الهوية، علاقة الدين. وليه ما قام يعني الناس ما دفعت فيه؟ يا أخي طبعا هو المجلس التشريعي ما مسؤولية الجهاز التنفيذي، هو مسؤولية الحرية والتغيير بالكامل، لكن برضو بنفس طريقة الولاة هو ارتبط من أكتوبر في إعلان جوبا بتعهد السلام، فبالتالي أخذ يعني اتأجل بالسبب ده، واللي هو تأجيل ما موفق. لكن أنا أفتكر في مجهود كبير جدا حسي ماشي في أنه يقوم المجلس بشكل سريع، لأنه المجلس التشريعي لو قام في الظرف ده بيساعدنا نحن ذاتنا في الجهاز التنفيذي. نحن في وضع مخل، يعني نحن في الجهاز التنفيذي بنقعد نجيز القانون، مقترح القانون، وبنمشي في اجتماع آخر نقعد مع السيادي ونجيز القانون باعتبارنا مجلس تشريعي.
ده ما وضع صحي، مخيل طبعا، لكن يعني الواضعي الوثيقة الدستورية خدت هذا الشكل عشان ما يحصل فراغ دستوري، وعشان كده توافقوا على انه يقوم المجلس التشريعي في خلال 90 يوم من الفترة الانتقالية، فكان تصورهم انه هذا شكل مؤقت يعالج موضوع التشريع الى ان يقوم المجلس التشريعي. وظلينا نحن يعني كمجلس تشريعي شغال له ما 90 يوم لكن 9 شهور، نتمنى انه ده يتحل في القريب العاجل. ودام في افق انت نقاشاتك مع الحكومة التغيير انه يتم حله؟ نعم بكل تأكيد هم شغالين فيه بطريقة جادة وبيتم حله قريب. قريب يعني هيتم حله. المسألة خلينا ننتقل ثاني لمسألة العلاقة بينكم وبين السيادة. وفي كلام انه في المكون الان انتم اقرب لجهه في المجلس السيادي وضد جهه اخرى، وكلام كثير يدور في هذا النقاش في هذا المجال. يعني اول حاجه انا ما اعرف حكايه اقرب لاي جهه ولا ما اعرف، لكن نحن قاعدين نتعامل مع المجلس السيادي كوحده، وده اللي انا كنت طوالي بسميه النموذج السوداني. هذا النموذج القايم على شراكة بين المدنيين والعسكريين، بين السيادي والتنفيذي والحرية والتغيير، ده الشكل واللي هو يعني سميناه نموذج سوداني لأنه هو اختراع سوداني بدرجة انتاز. شفنا تجارب الربيع العربي اللي هي كلها أفضت بما عدا ما به يعني تونس لثنائيات كده أو كده. نحن قدرنا نتوافق على نموذج عنده مشاكله عنده تحدياته، وهو نموذج ما حصل حتى في تاريخنا ذاته قبل كده، كانت يعني ما فيها الشكل بتاع الشراكة المدنيين في جسم واحد، لكن ده جاء نتاج لتجربتنا نحن السودانية وإسراء لها. عنده مشاكله عنده تحدياته، لكن أنا في تقديري بشكل كبير كل الأطراف شغالة على أنه خليه ينجح بتعود هذه الوثيقة الدستورية، واللي هي حددت بشكل صريح وواضح جدا المهام والواجبات لكل طرف. السيد الرئيس في قرارات الناس بيروا أنها لم تنفذ أو لم تنفذ بطريقة زي الكلام اللي قالوا بها، يعني مسألة القمح مثلا، هل تم فعلا حل هذه المشكله وشراء القمح للبنك الزراعي بصوره كبيره؟ طبعا ملحمه انتاج القمح دي واحده من الاشياء اللي نحن فخورين بها جدا. في نوفمبر الماضي اتقال كلام كثير جدا كيف انه لاول مره في تاريخنا بيفشل الموسم الشتوي وانه دي مساله كارثيه الى اخره. نحن طوالي شكلنا لجنه لانجاح الموسم الشتوي، وبكل تأكيد ما تم تحقيقه من إنتاج للقمح لم يشبه له مثيل في تاريخنا الحديث. دي واحدة من الأشياء من الملاحمة اللي تمت نتيجة للعمل المشترك بين الجهاز التنفيذي والمزارعين اللي هم الأبطال الحقيقيين لهذه الملحمة. إنتاج غير مسبوق صح، واجهتنا في بداية موسم الحصاد بعض التحديات في توفير الوقود، وده تم تسليله تماما، تم حصد كل القمح في كل مناطق السودان. مسألة القمح ومسألة المواصلات والأشياء دي هي واحدة كانت من القرارات يعني، لكن الأزمات يعني ربما مسألة كورونا دي حلت مشكلة المواصلات، لكن القمح هيأثر هينعكس أيضا على مسألة الخبز وتوفره في المرحلة المقبلة دي. طبعا احنا واجهنا يعني عدد كبير من الأزمات، منها الوقود، الخبز، الكهرباء، لكن افتكر الليلة الناس بيكونوا ملاحظين تماما انه حصل يعني تقدم كبير في مسألة الكهرباء اللي هي نحن وعدنا انه ما حتقطع الكهرباء في رمضان ووفينا بهذا الوعد. برضو تكلمنا عن توفير الخبز أكيد ده تم إنجازه. بيتم
يعني نقدنا في انه الانجاز قاعد يتم ببطء، ما سريع، ما بايقاعات سريعه، لكن في اشياء كثيره جدا احنا انجزناها بشكل سريع وحاسم جدا. يعني مثلا استجبنا بسرعه للاعتداءات المتكرره تحصل للاطباء والعاملين في الحقل الطبي. انجزنا في وقت ممكن تسميه يعني مش وجيز، يعني انجاز كبير جدا، ان نجيز قانون حمايه الاطباء في اقل من اسبوع حسب ما اتفقنا معهم، انجزنا في ذلك. في اشياء كثيره ثانيه نحن لانه يعني حكومه جابه هذا الشعب ما بنمتن عليه لما نعمل حاجات كويسه. قبل ما نجي كانوا الناس بيتكلموا عن صفوف العمله ومش عارف السيوله، ده كله انتهى. قبيل تكلمنا عن الهيكل الراتب للأجور، دي حاجه حصلت يمكن يعني تعتبر انجاز تاريخي بحجم كبير جدا، واشياء كثيره من هذا القبيل احنا ما قدرنا نذكرها لانه احنا بنفتكر انه طموحنا احنا عايزين ننجز اكثر من كده ونمشي لافاق اكبر. لكن مساله يعني مساله الكورونا والاطباء دي، الناس بيفتكروا انه الحكومه ارتكبت فيها اخطاء كبيره وحصل موت كبير، والناس بيتكلموا انه المستشفيات كانت قافله والناس بيموتوا برا، وحصل الصراع المعروف يعني حتى على حول وزير الصحه نفسه. يعني الناس حتى الان هنالك هذا صوت الانتقاد ما زال موجود. يعني بكل تاكيد يعني تمت اخطاء في هذا المجال خاصه، ونحن في سبيل تجنيب الناس الازدحام وكذا تم قفل عدد كبير جدا من المرافق الصحية، واللي ده خطأ طبعا. يعني احنا كان مفروض تكون عندنا خطة تعالج موضوع الكورونا وتحدد لها مرافق محددة انها دي اللي الناس اللي عندهم اعراض يمشوا لها، لكن تظل بقية المرافق الصحية شغالة. طبعا دي كان فيها تحديات من على رأسها مسألة الحماية للكادر الصحي نفسه، ما هم ناس في الخط الدفاع الأول ومعرضين للإصابة وأكيد جزء منه مصيب وكذا، فدي واحدة من الأشياء. لكن ما هو ده وباء العالم ما شهد مثله غريب، ويعني جاب تحديات لكل الدنيا، حتى المناطق في العالم والدول اللي عندها يعني مؤسسات صحية راسخة وثابتة وعندها كل الموارد واجهوا هذه التحديات زينا بالضبط. في حديث عن مسألة الدواء، في شو حل الأيام دي؟ في مشاكل كبيرة جدا في الدواء، في وجوده، في أسعاره، في رؤية لمعالجة المسألة بتاعت الدواء؟ نحن انخرطنا في اجتماعات متصلة مع كل المعنيين بموضوع توفير الدواء، سواء كان الموردين أو المصنعين المحليين، واتفقنا على تفاهمات بترتبط بتوفير إذا كان المكون النقد الأجنبي للموردين أو التسعيرة الصحيحة اللي بتكون مجزية للمصنعين المحليين، بفهم رئيسي وأساسي نحن ساعين لتوطين صناعة الدواء في بلدنا. قطاع صناعة الدواء ده بينتج قريب 60% من احتياجنا للدواء. نحن طموحنا انه ندعم هذا القطاع لنصل مرحلة الاكتفاء الذاتي ونصدر. سيد رئيس الوزراء، انت متفائل بانه حيكون في هذه المرحلة، في المرحلة الانتقالية، خطة واضحة لإدارة الاقتصاد، إدارة السياسة في البلاد، إدارة هذه المسألة؟ كثير من الناس بيتكلم انه يعني الفترة الانتقالية ماشية رزق اليوم باليوم. نحن ظلينا مما جينا نتكلم عن انه نحن في السودان، انا ما اقدر اقول فشلنا لكن لم ننجح، خلينا نكون ايجابيين، لم ننجح في الكم 60 سنه 63 64 سنه من عمر الاستغلال فاننا نخلق ذلك المشروع الوطني المتوافق عليه من كل السودانيين. خلينا نتراضى على كيفيه حكم السودان ونترك مسألة من يحكم السودان لخيارات شعبنا. طبعا دي الركيزة الأولى، المشروع السياسي دي ما بتمشي براها،
دي عشان تتم استدامتها واستمراريتها محتاجة لمشروع تنموي ونهضوي كبير يرتبط بها. حددنا 5 أحزمة في السودان. الحزام الأول نسميه حزام التمازج، تمازج مش تماس. الحزام ده بيمتد من أمدى فوق في أفريقيا الوسطى، في حدودنا مع أفريقيا الوسطى، للكرمك في حدودنا مع أثيوبيا. ده أغنى حزام في السودان، فيه البتازة حزام البترول والذهب والمعادن الأخرى، حزام الثروة الحيوانية، حزام الزراعة. الحزام اللي بعده سميناه حزام الصمغ العربي، بيمتد من النيل الأبيض لحدودنا مع تشاد، برضو حزام غني بمحاصيل وبمحصول الصمغ العربي نفسه. الحزام الثالث سميناه حزام الأنهار. حزام الأنهار، أيوة، ده الحزام المروي، بيمتد من النيل الأبيض لنهر عبرة، فيه كل الموارد المهولة، مشروع الجزيرة، الرهد، السوكي، كل القطاع المروي. الحزام الرابع سميناه حزام المحاصيل النوعية، من الخرطوم شمالا لحدودنا مع مصر، وده باسمه يعني المحاصيل النوعية، البساتين، الخضروات، الحياة الثانية. والحزام الأخير هو حزام البحر الأحمر. أنا أفتكر هذا الحزام الأخير البحر الأحمر عنده خصوصية خاصة جدا، هو يتميز بأنه غير أنه ده ثغر السودان، فيه موارد كثيرة جدا، معادن، ذهب، غاز طبيعي، حتى ثروة زراعية وحيوانية إلى آخره. لكن أكثر من كده، هو حزام نحن محتاجين ننتبه له ولإدارته. عشان كده اقترحنا تقوم مفوضية خاصة للبحر الأحمر تخاطب القضايا الاستراتيجية لهذا الإقليم، لأنه فيه تقاطعات إقليمية ودولية. أمن البحر الأحمر عنده مشاكل برضو مجتمعية إلى آخره، صراعات داخلية، فدي كلها محتاجة لعناية خاصة نخاطب فيها قضايا التنمية والتهميش إلى آخره. دي رؤيتنا المتكاملة للمشروع الوطني اللي بيقوم على الركيزتين ديل، ركيزة سياسية وركيزة تنموية. لو قدرنا نحققه مع بعض بنقدر نعبر بالسودان والفترة الانتقالية. لو خطت الأساس ده بيخلق يعني أساس متين لانطلاق السودان لتنفيذ مشروع نهضوي مستدام يساعد على استدامة الديمقراطية، استدامة السلام، استدامة التنمية. سيد الرئيس، أخيرا نحن زين، هل أنت مطمئن لمسألة الانتقالية في شراكتها وفي تحقيق طموحات الناس الاقتصادية وطموحات الاستقرار والسلام، متفائل أنه ماسي المسألة بالأداء في 9 شهور ممكن ننتقل لمرحلة جديدة، فينا نتفائل نحقق كل الحاجات اللي بنحلم بها؟ أنا في عبارة ظللت أرددها باستمرار، اللي هي نحن عندنا خيارين، يجب أن ننجح أو ننجح، ما عندنا خيار ثالث، ما في رجعة لورا. أنا متفائل جدا مع كل الصعاب والمشاكل المواجهانا، نحن سنعبر وسننتصر. شكرا جزيلا سيد رئيس الوزراء على هذا التفاؤل أولا، وعلى الحوار الطويل وصبرك لنا وإجابتك الصريحة على كل الأسئلة. شكرا لكم، شكرا لأعزائي المشاهدين، وإلى لقاء في حوار خاص مرة أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.